طبعا نحن اول ناس وصلنا واخيرا. الفلق اليوم كنا عم نحكي عنه بس اوكي. وهلا اجوا لارا والين، فمن السنه بقت الجروب يلي ما راح يجي خلاص مشكلته من قال نتاخر صح. فيس هلا راح بس صارت معنا مشكله بسيطه يعني مشيناها يعني الحمد لله يا رب حليناها. وامنا ام النادره كانت شو اسمه بالطابور، فالنادره صحت عليها وراحت نبي ندخل. نحن خلصنا لان جايين اول وحدين ايوه، فنبي ندخل فكرنا ان النادره ما تقدر تدخل. فالحين راح نروح نرجع لعند امه، نروح نحن ندخل جوا وننتظر. تخيلوا الطيارة الساعة 3 وهلا الساعة تقريبا 1. لا تطلع الساعة 6. طبعا انا عندي خوف من الطيارات. الأول مرة والله. أول مرة تطيرين؟ أول مرة عندي فوبيا يعني، فمحصور لكم لما هذا يصير المركب. كيف حسيتي حالك إنه بتخافي من الطيارة وأنت أصلا ما جربتيها؟ بعد حقي حق مش حقي. مشيت الطيارة كذا فجأة مدري ايش صار لي. طبعا اخيرا احنا وصلنا. تخيلوا يوم احنا وصلنا، طبعا احنا وجودي وصلنا تقريبا بنفس الوقت بس جودي قبل. ايه لانه والله فايق من الساعه 9 الصبح. احنا قبل تخيلي، بس احنا نجهز تعرفون هني ما شاء الله على الميك اب ساعه، على اللبس ساعه. اي قسم بالله هذا رسمته وانا يوم اضع والله العظيم هذا اسرع شيء تسويه بالحياه. عرفتي قمت مريم فارس مريم خارع. طبعا الحين الحمد لله انا اخر وحده، بس اني وصلت فالحين قاعدين نقص البوردنج. طبعا حماس مليون رسالة مليون حماس مليون. سمعتي؟ انا بعد سمعت. انا علي ماتشيان كذا لازم نطقع مع بعض. انا جودي غير احنا مختلفين. تخيلي مرة الله لا كحلي، في فرق بين الكحلي والاسود هناك. ها مطقمتي معاها امس. امس تخيلوا انا ومروه والين قعدنا عند مروه امس زين. شكلها زهره صباح لين الساعه 7 صح؟ مروه ودها تزيد لك كف بس ساكته. لا الله قسم بالله مواقف رحت بس هذول احنا سوينا بجمع بارتي مع مروه. كذاب والله كذاب والله كذاب. لا بس والله العظيم انا لا اصلا لو سويت جمع يا صوت بجمع مرت حسابك سنابك. تخيلوا الحين وصلنا المطار اخيرا اخيرا اخيرا، وجدتي فجاه قررت انها تجي معنا كفجاه كذا تجي معكم. وعلى الرحله باقي لنا تقريبا ساعه ونص ونركب الطياره، فمره متحمسين. بس اقول لكم شغله، الله وصل النت. شايف شعري حلو مره والله. قاصطين هو ولا هو هاي القصه؟ لا هو محترق. لا ما مبين والله. والله مو مبين عن جد. سو جوالي ثاني مع ماما. هذا جوال ثاني مع ماما عشان اخاف اروح خيبة المرة زي الحديقة. هذا لما اسوي تان يكون هذا بي. انا احتاج تان، انا اسوي تان. سوي تان السعودية طبعا. انا ما نسيت جبتو بالعزيز. شو استفدين منه بالله؟ انا ما نام الا يعني معه امس اختص جدس عمان سفر. هو اكل مروه 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 تقاوي عليه. الحين احنا اخذنا سناكات للسيارة. قاعدين يشترون سناك واحنا من زمان انا وجوده بس انا موجوده. تخيلوا وش صاروا نادين ولين ما جو لما الحين. ولين موجوده بس ايه بس ما جو. كلهم قاعدين يقصون بوردنج.
بس اتوقع يتاخرون. محمد كل بعد شوي راح ناكل المطعم وناكل. بس انا ما احب الاكل الصحي فرحت اشتريت لي مؤونة لوزين عشان بس مقدر لوزين غدين لوزين. انا بيتزا نخلي ضمان شوي للطيارة ضمان بعدين. اسحبوا علينا اسحبوا علينا امشي امشي اسحبوا علينا. مرة زحمة مرة زحمة مرة مع الأسف. إن شاء الله ما تروح زين. الحين إحنا وصلنا آخر ناس. مو آخر ناس تأخرنا اللاين. تأخر اللاين مرة صغيرة. والحين إحنا بسرعة عشان صحيح شو اسمه في حرمة ربطت اسم فخودي. طبعا الحين ركبنا الباص بيجي باص ثاني ومكفحين عائلتنا. نادين محظوظة جنب مروة. تقولي ما شاء الله. نحن هون أنا ناظرة وليلين تمام. يس شعري طبعا شوي هذا لأن كنت حاطة قبعة بس إيزي. هلا رح ننطلق بإذن الله تمام. طبعا الحين أنا ونادرة جودي راح نثبت عماد هنا بالمقعد ونتابع فيلم. طبعا مرة وراي فجلس إن أبغى أسير جنبه بعدين كنت بسم الله الرحمن. ماما برجع مكاني برجع مكاني. لا لا ترجعين هذا مكاني الأصلي برجع. اي صح خلاص ايش جوبي اصفر ايش جوبي اصفر. انا كل جوبي اصفر. اي اتابع سنابات مره انت عندك حظ. اصوركم المنظر لازم يعني بكون. طبعا هذا هو جودي. شوفوا جوال جودي واضح. طبعا الحين احنا في الطياره باقي لنا تقريبا شوف 26 خلاص قربنا لعمان ويوم بالسنه ننزل ان شاء الله نشوفكم هناك. مع عزوزي اخو وثلنا. هل ليش لان
درست وانا وجود انا وجود ايش اسوي فكرت هناك ايوه قلة الأدب والاحترام لا تنعرض قدام المتابعين قدام المعلمات لأنه كثير أشوفه بالفصل يكون عرض قدام المعلمات والمعلمات شرح بالمدرسة قامت قالت من قلة الأدب والاحترام أنك تاكلون عرض قدام الناس ها ودخل أعز لا يعني وين ببيت عندها بعد العشاء مرة كل متابع علينا بس لأن إحنا وشو إحنا أربعة صح مقعد احنا قدام الهالي وهم مره ورا حبيبتي طبعا لا تخيلوا صورنا في فقات وانه قاعده تسولف معنا تخيلوا اول مره انه يسولف معنا والله العظيم انه قلنا لها ترى بنزه قالت اي اوكي بس انا مره اصلا ايه ما حصل اذا تبغون انا ما حصل اكتب حقوقي ذي اذا تبغون انه تسولف معنا اكتبوا والله العظيم سفرتكم يعني سوالف خفافي من النادرة ما قدرت نام من النادرة شيء ضحكني في الطيارة النادرة حاطة سماعات ومسك تخيل تغني بقوة من قلب شرحت من قلب لا والتحدي اللي سووه للرجل كل شيء بس عندك كلامك يا رحيم تكبر وتكبر في عزم وجهود نرجع نحب